أقيم أمس الحفل السنوي لمؤسسة ميشدياء أم سي أف ميديا أوردز بحضور شخصيات سياسية بارزة ووجوه إعلامية واجتماعية وفنية بلبيال، وهالحدث هدفه إيصال رسالة مفادها الإمام بلبنان وحرية الإعلام فيه ومنح جوائز تكريمية لإعلاميين عرب وعالميين نظراً لتميزهم. يعني هالسنة كتير مبسوطين إنه ضيوفنا كلهم قدروا يجوا من الخارج، يعني من ميشيل دريكير لزينب بدوي حتى راني رعد اللبناني اللي هو المدير الكوميرسيال انترناسيونال بسي ان ان، وكذلك لميس الحديدي من مصر، وكذلك محمد محيسن الفوتو جورنالست الشهير. هو تحدي بالنتيجة لأنه بظل كل الظروف اللي عم تحيط فينا بعدنا قادرين نثبت إنه لبنان هو واحة السلام والعلم والثقافة. حرية الإعلام هي على طول شعارنا الدائم وشعار المؤسسة وشعار دفعت حقه أنا كتير غالي. أنا وصلت إلى القعر ورجعت طلعت منه، بقى قد ما الواحد ينزل نزول لما بيكون في إرادة بيرجع بيفز وبينط وبيوصل إلى طاقة الأمل يلي على طول بنحلم فيها. نجوم عالميين بقيادة ممثلة هوليوود جوليا روبرتس شاركوا بحفل كبير لجمع التبرعات لصالح حملة المرشحة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية الأمريكية هيلاري كلينتون. مسرح برودواي شهد حضور نجوم أمثال أن هاثاوي، هيلين ميرن، سارة جيسيكا باركر وغيرهم، وأقيم الحفل بنية جمع 10,000 دولار من كل ضيف من الحاضرين لوصل عددهم لنحو 800 ضيف. وبالمقابل منافس هيلاري كلينتون دونالد ترامب سيبيع منزل طفولته بمزاد علني ب 19-20 تاني المقبل بمنهاتن، وكانت أتيحت فرصة للصحفيين الشهر الماضي لزيارة المنزل اللي عاش فيه ترامب مرحلة طفولته بحي كوينز بنيويورك وسكن فيه من سنة 1956 حتى 1960، ويحدد السعر الأول للمنزل بحوالي 850,000 دولار، علما أنه سعره ممكن يوصل بالمزاد العلني لحوالي 1.5 مليون دولار. مع هذا الخبر منوصل لختام فقرتنا، ضلوا بألف خير.